أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الأول. يا ترى ما موضوع درس اليوم؟ جاء إلينا ساعي البريد بظرف، سنفتح هذا الظرف ونرى ما فيه، ففيه عنوان درس اليوم. أولا نشكر ساعي البريد، نقول له جزاك الله خيرا، ثم نفتح الظرف. هيا نفتح الظرف معا. نعم، هذا هو عنوان درسنا اليوم، أسرتي. هذا هو الجزء الثاني والحصة الثانية من درس القراءة أسرتي. أهداف الدرس: يتوقع في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يقرأ الدرس جهريا قراءة صحيحة، يذكر معلومات محددة من الدرس دون خطأ. النشاط الرئيس في هذا الدرس هو الشرح والنمذجة. سنتعرف، نقرأ الدرس ونتعرف على المعلومات التي وردت فيه لنجيب عن الأسئلة بطريقة صحيحة. أسرتي، عنوان درس اليوم أسرتي. أريد منكم أن ترددوا معي أبناء الطلاب: أنا أحب أسرتي، أمي أبي وإخوتي. هذا البيت جميل جدا في حب أسرتي. ونفتح الكتاب صفحة 44 ونقرأ معا كلمات درس اليوم. بطل القصة والمتحدث الرسمي باسم الأسرة هو حمد. أنا حمد، اقرأوا معي: أنا حمد، أبي سعد، حمد يعرفنا بنفسه، أمي دانا ويعرفنا بأسرته، أخي عمر، أختي ريم، أنا أحب أسرتي. من شطري أحبابي، يستطيع يقرأ الدرس مرة أخرى: أنا حمد، أبي سعد، أمي دانا، أخي عمر، أختي ريم، أنا أحب أسرتي. من يستطيع أن يقرأ الدرس قراءة صحيحة يرسل لي فيديو على الخاص. بعد ما تعرفنا على أسرة حمد وتعرفنا معلومات، نبدأ في الإجابة عن بعض الأسئلة. السؤال الأول: ما عنوان درس اليوم؟ من شاطر يقول؟ أحسنتم جميعا، أسرتي. ما عدد أفراد أسرة حمد؟ ما شاء الله، ممتازون، 5 أفراد. من أخو حمد؟ من أخو حمد؟ رائعون، هو عمر، بارك الله فيكم. هذه هي جملة النسخ، أريد منكم أن تنسخوا هذه الجملة في الدفتر، تكتب العنوان أسرتي وتنسخ هذه الجملة. من يقرأها يا أحباب؟ أنا أحب أسرتي، أحسنتم بارك الله فيكم، أنا أحب أسرتي جملة للنسخ، لأن بعد ذلك سنكتبها عن غيب، نكتبها إملاء. الآن أقرأ الكلمة في العمود الأول وأصل بالكلمة المناسبة. هذا هو السؤال الرابع، السؤال الرابع، نفتح الكتاب على السؤال الرابع ونجيب عن هذه الأسئلة. طبعا أجبنا عن السؤال الأول والسؤال الثاني والثالث في الحصة الماضية، ونريد أن نكمل الإجابة عن الأسئلة في هذه الحصة. أنا من اللي يتكلم؟ حمد، ممتاز. أبي من؟ عمر ولا سعد؟ سعد، بارك الله فيكم. أمي من؟ ريم ولا دانا؟ دانا، رائعون. أخي من؟ أخي عمر، بارك الله فيكم. أختي من؟ دانا ولا ريم؟ ريم، وفقكم الله جميعا يا أبناء. الآن تقومون بتوصيل هذه الجمل. وصلنا إلى غلق الدرس هذه الحصة، ونكمل الدرس الحصة إن شاء الله الثالثة في المرة القادمة إن شاء الله في الفيديو القادم. درس أسرتي،
سنشرحه على 3 حصص، هذه الحصة الثانية، وهذا هو الغلق عن طريق برنامج الوورد وول، عليه ألعاب جميلة جدا، إذا دخلت ستستمتع بما عليه من ألعاب تعليمية. الوورد وول معنا نشاط يساعدنا على القراءة الصحيحة للدرس، هذا هو الوورد وول. نقوم بفتح اللعبة، هذه العجلة نقوم بإدارتها ونقرأ الكلمة بطريقة صحيحة، نضغط هنا، أين الكلمة التي ستقف عندها الدائرة؟ هذه الكلمة، من يستطيع قراءتها يا أحباب؟ أحسنتم ما شاء الله، كلكم ما شاء الله ممتازون. أختي، هو يقول أختي، أختي اسمها إيه يا شباب؟ ريم، أحسنتم، الآن سنرى هذه الكلمة. يبقى بعد ما قرأنا هذه الكلمة، أختي، أختي، نقوم بحذفها حتى نقرأ بقية الكلمات. بعد ذلك نقوم بإدارة العجلة. وقفت عند هذه الكلمة، كلمتان، من يستطيع أن يقرأها؟ تهجى معي، أبي سعد، أبي سعد، أبي سعد، قراءة صحيحة جزاكم الله خيرا، نقوم بإزالتها لنقرأ بقية الكلمات. ندير العجلة، هذه الكلمة من يستطيع أن يقرأها؟ عمر، أحسنتم، بارك الله فيكم. عمر هذا من؟ أبوه أم أخوه؟ أخوه، بارك الله فيكم يا أحباب، نقوم بإزالتها وندير العجلة. من يقرأ هذه الجملة؟ كلمتان، أمي، أحسنت. حمد يقول أمي اسمها إيه؟ دانا، أمي دانا، ممتاز، نقوم بإزالتها وندير العجلة. من يقرأ هذه الكلمة بطريقة صحيحة؟ ريم، أحسنتم، أختي ريم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نزيل ونقرأ الكلمة الأخيرة وهي كلمة، ما الكلمة الأخيرة؟ كلمة أسرتي، طبعا هي الكلمة الباقية وهي كلمة أسرتي، أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم أبنائي الطلاب، أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.